هدف رابع. كرة ملعوبة إلى فلاديمير فايس. فايس حاول يعدي، يا سلام يا سلام يا سلام، سدد، الله! الهدف الرابع يأتي لنادي الأخوية. نعم، قلت بأن الأخوية بإمكانه أن يسجل الهدف الرابع. الأخوية بإمكانه أن يحسم الموقع بأي طريقة كانت وبأي طريقة أراد، هل يريدها بتغطية دفاعية أو بإضافة هدف رابع. فلاديمير فايس رجل لرجل دائما هو الناجح، هو الرابح دائما، رجل لرجل، لاعب ممتاز في مثل هذه الكرات، تمكن من اجتياز مدافع السد، ثبت وسجل الهدف الرابع. شوف الكرة مرة ثانية، ثبت 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 وعده وثبت، وثم بعد ذلك سجل الرابع. كوسولا ثبت ثم سعد الشيب، جاءت الكرة بالأرض زاحفة بطريقة لم يتوقعها ولم يتعامل معها بالأسلوب اللائق، لذلك يأتي الهدف الرابع. شوف الكرة مرة ثانية، فلاديمير فايس يا رجل، يعني